بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نلتقي وإياكم أعزائي الطلبة في أول محاضرة للجانب العملي لمادة الحاسبات للمرحلة الثانية قسم الفيزياء، وفيها نتواصل معكم مع ملزمة الخاصة بمختبر الحاسبات انطلاقا من صفحة 18 التي تتعامل مع الجزء العملي، ومنها وتباعا سوف نشرح الجانب العملي لمادة ماتلاب أو لغة ماتلاب للبرمجة. سنستخدم في هذا الشرح واجهة تطبيق أو نسخة ماتلاب الإصدار 6.1 رغم كونه إصدار قديم، ولكن يبقى نسخة قياسية. ما سنشرحه عليه هو سار مفعول على جميع الإصدارات اللاحقة، وممكن تطبيقه بدون أي مشاكل. ماتلاب بصيغته القياسية سواء كان بنسخة 6.1 أو أي إصدار آخر لاحق يمتاز بمجموعة من النوافذ القياسية. أول نافذة والتي غالبا ما يتم التعامل معها وهي الكوماند ويندو. إذا غيرنا اللون إلى أصفر شو هنا وضع كوماند ويندو. الكوماند ويندو مثل ما تلاحظون هنا هي النافذة اللي عن طريقها بإمكاني أن أعطي الأوامر بشكل مباشر إلى الماتلاب. فعلى سبيل المثال بإمكاني أن أقول له X يساوي 2، مباشرة راح يسجل لي بين X قيمته 2. هذه النافذة بإمكاني أن أستخدمها لإعطاء الأوامر بشكل مباشر للماتلاب، وأقدر أستخدمها حتى كجهاز كالكوليتر تحتسب لي أي معادلة أو صيغة أني أحب أن أستخدمها. النافذة الأخرى اللي هي اللانش باد. اللانش باد هذه بالحقيقة بها مجموعة من التول بوكس، الأدوات البرمجية الجاهزة لمجالات معينة مثل الاتصالات كوميونيكيشن كنترول سيستم داتا اكوزيشن وغيرها من المجالات الهندسية والتطبيقية والفيزيائية التي تسهل عمل الباحث وتجعله يركز على النموذج النظري اللي يريد يحتسبه. وهذا اللي يميز لغة ماتلاب. لغة ماتلاب هي لغة أحد اللغات العالية اللي قريبة على المستخدم بعيدة عن الحاسوب، فبالتالي تعطي فسحة للمبرمج أو الفيزياوي بأن يركز على الموديل النظري اللي يشتغل عليه دون ما يدخل بتفاصيل وحيثيات اللغة وتفاصيلها الدقيقة. النافذة الأخرى هي نافذة الورك سبيس. الورك سبيس هو بالحقيقة المكان اللي تظهر لي به المتغيرات والمصفوفات اللي دا أشتغل عليها. يعني أنا هسه عرفت على سبيل المثال بأن أنا عندي إكس قيمة 2، هنا أنا ظهر لي بالورك سبيس بأن عندي مصفوفة اسمها إكس، وهذه المصفوفة أبعادها 1 في 1 يعني عنصر فقط، ونوع بايت اللي هو 8 بتات، و آسف 8 بايتات، نوع دبل. الدبل أحد أنواع اللي موجودة بالماتلاب اللي هي يمتاز بقدرته على تمثيل الأرقام الصحيحة والعشرية بدقة عالية، لكن إشكاليته أنها يحتاج 8 بايتات للمتغير الواحد لكل خلية 8 بايتات. فأنا عندي هنا خلية واحدة اللي 1 في 1 متغير اللي اسمه إكس، فحجز 8 بايتات اللي هو الدبل. فهذه الورك سبيس عندي راح بالحقيقة بالضبط تقول لي منو اللي أنا عندي موجود بالذاكرة، شنو نوعه، إيش قد أبعاده. بالنسخ الأحدث يعطيني إذا مجموعة من العناصر أو عنصر واحد يعطيني قيمته، لكن هذه النسخة قديمة فبالتالي ما يعطيني قيمته، أضطر أن أحتاج أن أضغط اسمي لأجل أن أعرف قيمته. النافذة الأخرى الموجودة بالماتلاب اللي هو الهيستوري كوماند. الهيستوري كوماند بالحقيقة تعطيك إمكانية أن تعرف شنو الأوامر اللي أدخلتها سابقا. يعني أنا من أجي هنا أشتغل على الماتلاب بالكوماند ويندو، أي شيء أكتبه هنا راح يظهر لي، يسجل عندي بالهيستوري.
فمن اريد استذكر شنو الاوامر اللي اعطيتها لاجل ان احصل النتيجه اللي انا وصلت لها، بامكاني ان اراجع الكوماند هيستوري، وايضا هذا يؤرخ لي حسب التاريخ تاريخ الجلسه وزمنها، فبالتالي اقدر ارجع لها بكل سهوله. النافذه الاخرى اللي هي كارنت دايركتوري، الكارنت دايركتوري اللي هو يعرض لك محتويات المجلد اللي انت فاتحه او واقف عليه تلقائيا باي ديفولت في الماتلاب، يعرض لك مكان اسمه الورك اللي هو العمل، المجلد العملي الموجود داخل النسخه مالتك ماتلاب 6.1 6.1 اكو مجلد داخل الورك، فهنا تلقائيا راح يخزن الملفات النصيه اللي راح تعطيها داخل هذا المكان بيمكن ان ترجع لها. هذه طريقه عرض النوافذ اللي يسموها تاب، هذا تاب اللي هو كوماند هيستوري تاب، والثاني الكرنت دايركتوري تاب، بامكان ان اتنقل بيناتهم بالضغط عليهم. ونفس الشيء فوق اللي هو اللانش باد ما يخص الاوامر الجاهزه والتول بوكس والورك سبيس اللي يعرض لي محتويات الذاكره من متغيرات انا معرفها، اتنقل بيناتهم بالضغط عليها. أهم ثلاث نوافذ لعادة المبرمج والعامل على لغة ماتلاب اللي يحتاجها هي الكوماند ويندو والورك سبيس والهيستوري. هاي بالحقيقة النوافذ اللي دائما الواحد بحاجة لها. فضلا عن ذلك الماتلاب يحتوي على مجموعة من نافذة القوائم أو شريط القوائم، هذا الشريط يبتدا من فايل اللي عن طريقه انا اقدر اخلق ام فايل جديد اللي هو احد الفايلات اللي ممكن ان استخدمها لان اخزن مجموعه من الاوامر تباعا، وهذا ان شاء الله اذا مر علي ان شاء الله بالمحاضرات اللاحقه، واقدر اخلق نافذه جديده اعرض عليها رسوماتي او الموديل او جرافيك يوزر انترفيس الجي يو اي اذا انا اريد اسوي فد واجهه تطبيقيه لاحد البرامج، اقدر من اخلق جديد او افتتح اوبن افتح ام فايل او موديول بإمكاني أن أفتحها أروح للمكان وشوف هنا تلقائيا انفتح ب الورك، شوف المكان اللي فتح به هو بالورك المكان التلقائي، فبإمكاني أن أروح أفتتح أي ملف أنا أحتاج أشتغل به لأجل أن أوصله بسرعة وسهولة. وعندي هنا كلوز كوماند هيستوري إذا كان أنا عندي أريد أسد وحدة نافذة الكوماند هيستوري، عندي هنا امبورت داتا وعندي سيف ورك سبيس. لو نلاحظ هذني مفصولات فاصله، هذا الفاصله هنا النتائج اللي انا اوصل لها عن طريق الماتلاب واللي تنخزن وتنعرض لي بالورك سبيس، هذا الورك سبيس اللي هنا عندي فقط اكس معرف به، هذه بامكاني ان احتفظ بها بان اخزنها في ملف دوت مات ماتريكس لأجل أن استدعيها لاحقا عن طريق الامبورت داتا، فأي داتا أنا أوصل لها كنتائج وتنخزن عندي هنا بالورك سبيس أقدر أخزنها وأسحبها لاحقا إذا احتاجيتها ترجع من جديد على نفس الأسماء اللي خزنتني بها والقيم الموجودة بداخلها، بالإضافة إلى أن أحدد المسارات القياسية اللي يبحث بها واللي حاليا يعني ما مو مجال اهتمامنا لاحقا ان شاء الله نشرحها، والبرفورمانس اللي هي خصائص والاليه اللي يعمل بها الماتلاب، واحدها اللي على سبيل المثال فونت اللي دين عرض عندي هنا اللي هو 10 بامكاني سانس سيريف 10 بامكاني انا اغيره الى حجم اكبر ونوع فونت اخر، واخر شيء عندي اكزيت ماتلاب اذا اضغط عليه راح يخرج خارج الماتلاب انهي، او بامكاني ان اضغط كنترول كيو او اكتب الكوماند ويندو اكزيت، فبكل بساطه اذا ضغطت انتر راح اطلع خارج الماتلاب، لكن حاليا احنا محتاجيه فراح نبقى بيه من نفذ هذا الامر. القائمه الاخرى الايديت، الايديت اللي هي معروفه اللي هي اندو ريدو وبيست وبيست سبيشال وسيلكت اول وغيرها، هنا عندي اكو اوامر اضافيه بالحقيقه احنا مرات نحتاجها، يعني من اني ابتدي حاولت عده محاولات بالكوماند ويندو ووصلت الى فد صيغه معينه واريد ابتدي بنافذه كوماند ويندو جديده، فهنا اقدر اقول لك كلير
كوماند ويندو، هسه من اضغط عليها راح تمسح تتصفر كل محتويات الكوماند ويندو. طيب زين، والورك سبيس، بالورك سبيس ايضا اذا اني هاي النتائج اللي سجلت عندي والبيانات مو سليمه ودار ابتدي من جديد الموديل، فبامكاني اروح اقول له كلير ورك سبيس، راح يمسح لي كل ما موجود بالورك سبيس. هنا اكو فد مشكله بالتوافق يمكن، نقول له يس فمسحت، او نقول له كلير، يعني اذا قلنا اكس يساوي الاثنين بامكان فد امر بسيط نقول له كلير اول ونفذه، راح يمسح كليته. ومسح كوماند ويندو اقدر احققه مو بالضروره من الاديت، بامكاني ان اقول له سي ال سي كلير كوماند ويندو ايضا ينفذ لي. بالاضافه لهذا، هذا الهيستوري في مرات اني احتاج ان يكون فارغ لاجل ان استنسخه واخليه، فمرات احتاج ان اصفر محتوياته. ايضا اقدر اروح على الاديت واقول له كلير كوماند هيستوري، راح يمسح لي كل الكوماند هيستوري، فبالتالي طبعا طلع نافذه قلت له انتر بمعنى نعم، فمسح لي الكوماند هيستوري كليته. ايضا عندي اني بالفيو اي نافذه من ذني النوافذ، لو تلاحظون عليها كلها صح، اللي هي كوماند ويندو، هيستوري ويندو، دايركتور ويندو، ورك سبيس، واللانش باد، هذني كليتين اقدر اخفيهن. يعني على سبيل المثال انا ما محتاج الدايركتور ويندو، مجرد ضغط عليه راح الكوما ال 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 شو يسموه الورك مالتي الفرع الشجري، وبقت عندي بس الكوماند هيستوري، فاقدر ارجع مالته الثاني بالفيو، ارجع الصح عليه الكرنت دايركتوري، يرجع من جديد الكرنت دايركتوري. او على سبيل المثال انا عندي اللانش باد انا ما احتاجها، هذه اللي هي الادوات، اقدر اروح بالفيو اقول له لانش باد، شيل الصح من عندها، راح بقى لي بس الورك سبيس، واقدر مرة ثانية ارجعها مجرد ما اضيف لها الصح. والويب اذا محتاجين ان ندخل على الموقع الماتلاب و نحاول ان نشوف اضافات وال الدعم التقني وغيرها، واللي يعني حاليا هي بعيدة وما نحتاجها ضمن الكورس مالتنا. والويندو اللي هي يعرض لي النوافذ الموجودة عندي، حاليا ماكو عندي اي نافذة اللي ما تخص النوافذ الرسوميات او الام فايلز اللي هو الاديتورز، وعندي الهيلب اللي هي مجموعة من الملفات المساعدة للماتلاب، بامكانك ان ترجع للاستفسار عن اي برنامج يعني امور او روتين موجود بداخل ماتلاب، بامكان هنا نكتب له اي شيء على سبيل المثال سي ال سي اللي هسه استخدمناه، بنقول له انتر نافذ عندي هنا، هاي يمكن شويه عندي توافق ويا الاصدار الويندوز 10، يمكن لان نسخه قديمه 32 بت الاصدار، انا اللي عندي 64 بت ويندوز 10، اتوقع اكو بيه اشكاليات، بس المفروض يتوافق وياه. كلير احد الاوامر هسه استخدمناها، ما مدى يوصل له. على العموم اكو يسموها هيلب سنسيتيف كيس، هاي ان شاء الله راح نستخدمها يمكن افضل لاحقا. هذا ما يخص واجهة التطبيق للماتلاب، راح ما أطول وياكم بالفيديو لأجل أن يكون حجمه صغير وبإمكان التحميل إلى جوجل كلاس روم أو اليوتيوب. بالأجزاء اللاحقة راح ناخذ مجموعة من المواضيع الثانية بالجزء العملي فيما يخص الماتلاب. شكرا لكم، نلتقي في محاضرة ثانية، معكم دكتور حميد.